الوان نحط احمر، الاحمر حلو. مين اللي بيحب الاحمر يصحى؟ والاخضر، بص الاخضر يصحى. مين اللي بيحب اللون الاخضر؟ والموف. واو، يلا بقى نحطه في الميه. يلا نطلعه. احنا كسبنا يا اصحابنا، شجعونا. يلا بينا نشوف الحلقة التانية. واو، برضك ميو يا اصحابنا. واو، بس هنعمله بألوان تاني. البرتقالي، ماشي، البرتقالي والموفي. مين بيحب قصدي البامبا؟ صح يا اصحابي، مش هطلعه. طلعت الكابوس. شوفوا ده الثلاث نجوم كمان. واو، يا ترى هبلي بيت؟ لا لسه ما خدناش فلوس تاني. الواد ده يا ترى عايز ايه؟ فلنا كات. يلا بقى نعمل له فلنا اصحابنا. واو يا اصحابنا، تعالوا نشوف عايز كام نون. ماشي، البامبا انا حطيت كله ده واصفر. يلا بقى نجيب صبصب. يلا بينا ده غير ما يقول. يا ترى هنعمل ايه؟ واو يا اصحاب ده، تعالوا نعمله الوان كله. واو يا اصحابنا، تعالوا نحط قلب. جرب كده. حلوة يا اصحابنا، تعالوا بقى نحط شلاتي ايس كريم ده. حطي هنا. صح يا اصحابنا، ادعوا لي ان انا اكسب يا اصحابنا. ما ايه ده يا اصحابنا؟ شورت، يا ترى هنعمله ازاي؟ يلا بينا نشوف. يلا مش عشان نشوف. واو، دي طلعت جيبه. واو يا اصحابنا، تعالوا نحط لها اللون الاحمر، افضل الوان عندي يعني، والاخضر والبرتقالي كده. حلو، يلا بينا بسرعه. خلاص نطلعها من الميه. شكلنا هنبني بيوت. يلا بسرعه، ناخد فلوس كتير. يلا عشان لايم، عشان ناخد الفلوس كتير. نشوف كده الكاس. واو يا اصحابنا، تعالوا نلعب يا اصحابنا، نشوف هنعمل ايه. نختار ديت عشان نشوف هنعملها ازاي. اصحابنا نعمل كده. لا انا هختار اللون، بحب اللون الاسود، حلوة قوي فيه. احط اللون ده، احط اللون الازرق، احط اللون البامبا، احط اللون الاصفر. كده بقت كل الالوان جاهزة. نطلعه من المية. واو يا اصحابنا، احنا كده يسمنا يا اصحابنا. بصوا عملنا لايك يا اصحابنا. تعال نشوف التاني. هي كل حاجة. ايوه، واو يا اصحابنا، لون البني الاسود برضك زي ما احنا عملنا من الاول كده. حلو، لون البني مع الاسود يكونوا حلو قوي صراحة.
شفتوا حاجة قبل كده؟ 3 نجوم كمان. هات الفلوس يلا. شكرا، باي. اهلا، تعالوا نشوف كده. هنبني بيوت، هنبني بيوت، هنبني بيوت تاني. واو، باينين كل البيوت. طب يلا بينا نعمل. بصوا يصحبنا، لازم نعمله كده يصحبنا. لو انتوا تعرفوا تعملوا كده اعملوا. والاصفر جميل مع عندها لبني. احنا هنعمل اختراعات. ما هو البامبا بس كده، ونحط يلا بنا 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 ونطلع ونحط هنا. جميلة اوي اوي اوي. 3 نجوم كمان يا اصحابنا، بنحبكوا اوي يا اصحابنا. دعونا نكسب في المرحلة التانية. واو، فستان جميل، بس هو محتاج يتظبط. كله بيجوا عندنا يا اصحابنا. اللون الازرق واللون الاحمر، شكلنا بشارك احنا بالثلاث نجوم. دعونا نكسب الثلاث نجوم يا اصحاب. ده هذا يستعجل قوي يا اصحاب. واو، نحط ايه اصحاب؟ نحط ايه؟ حلو، ونعمل صح. نرص بالنسبري. واو، مش حتى الروز بيكون لونه احمر، لازم نحط اللون الاحمر. احمر احمر، لوننا احمر. نعمل الوان. واو، شكل الفستان هيطلع روعة. واو، الفستان طلع حاجة تانية. وثلاث نجوم. يلا هات الفلوس بقى عشان عملت لك الفستان حلو. واو، شكلنا احنا نكسب يا اصحاب. ده لا، البيوت لسه فلوس كتير. اهلا، حاضر، هتعملي جيبة يا. واو، 2 خط بعد كل ده. نحط دي هنا، نحط الازرق هنا، ونحط البامبا هنا، نحط هنايا. حلو، بسرعة بسرعة. ثلاث نجوم عشان هما مش تغربين من الجيبة دي قوي. يعني اصحابنا لو عندكم جيبة تعالوا قولولي عشان اعملها لكم زي ديت. باي، اهلا. تعالي يلا. واو، اللون الاخضر حلو برضك، مش وحش. انتوا بتحبوا اللون الاخضر في الاحمر؟ الاحمر ده اكيد بتحبوه صح؟ يبقى انتوا بتموتوا في الالوان. يلا بينا نفتح. واو، 3 نجوم. يلا يا اصحابنا نجيب تاني. واو، بصوا يا اصحابنا، باي.